بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم وتعيها أذن
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء ما حساب
يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن مكذبين
وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله.